العدل الإلهي قال اقطعها، لكن الرحمة اتركها هذه السنة. فخلينا برضو بين العدل وبين الرحمة احنا نعيش ازاي او تكون حياتنا ازاي. هقول لك حاجة، انا سألت يعني قلت موضوع اقطعها، قلت أسأل الناس الخبرة في الزراعة، فقلت لهم امتى المزارع يقطع الثمرة، يعني امتى تتقطع؟ فقالوا لي في حالتين. الحالة الأولانية أنها تكون نضجة تستوت خلاص نقطعها بقى عشان نبيعها، أو الحالة الثانية أنها تكون فاسدة وتكون خلاص لو وجودها أكتر من كده هيبوظ اللي حواليها. فلو وجودها لو فاسد وهتبوظ اللي حواليها يقطعها، ولو نضجت يقطعها. طب إمتى بقى يديها فرصة؟ لما يكون لسه فيها رجاء، تكون يعني مش حلوة قوي، بس لو أكلناها أكتر، لو غزناها أكتر، لو اديناها سماد أكتر، إيه اللي يحصل؟ تنمو ويبقى فيها وتكبر وتبقى كويسة. فإمتى يقطعها؟ لما نكون في الحالتين دول. لكن طول ما إحنا لسه عايشين وعندنا رجاء في ربنا وعندنا أمل وعندنا فرصة جديدة إن إحنا نتوب، ربنا هيتركها فعلا. هو ربنا على فكرة بيتلكك لنا عشان نبقى حلوين. صحيح. بيتلكك لنا عشان نكون في أفضل حال، لأن إحنا ولاده، مش هيشمت فينا الشيطان أبدا. هو عايز ولاده دايما مبسوطين ودايما فرحانين ودايما في أحسن حال. فلازم الحتة دي يبقى عندنا كلنا، إن ربنا عايزك وفتح حضنه وهيديك فرصة 2 و3 و4 و10، عشان ربنا هو أبوك وعايزك. طول ما أنت فيك أمل حلو هيديك فرصة جديدة، عمره ما هيقطع إلا في الحالتين اللي قلت عليهم. يمكن كلام قدس خلاني أفكر في فكرة، أحيانا كتير نحتار ونقول ليه ربنا أخذ الشاب ده؟ ليه سايب العجوز ده؟ ليه ما هو الطفل ده ما عندهاش غيره، وناس كتير عندهم مثلا 4 و5، ليه أخذ الوحيد ده؟ فيمكن زي ما قصك بتقول إن هو دي مرحلة النضج. ممكن يكون الإنسان اللي أخده ده يا إما نضج كفاية يا إما ما منهوش فايدة، لكن اللي قاعد ده لسه مديله فرصة. بالظبط. صح الكلام يعني؟ حقيقة جدا، دي حقيقة يعني جدا. جات لي الفكرة يمكن وقصك بتتكلم نفسك. فعلا نفس المفهوم ونفس الفكرة بالظبط. طب التنقية والتغذية والإثمار، هي 3 مراحل، إزاي نمشي بالخطوات دي في حياتنا؟ فكرة التنقية نبتدي بيها. هقول لحضرتك حاجة، إحنا مع بداية السنة الجديدة وكلنا عايزين نبتدي بقى مع ربنا بداية جديدة. صحيح. أول حاجة أبتدي على إنسان نظيف كده حلو، أبتدي صفحة بيضة مع ربنا. فأول حاجة لازم زي ما أنت قلتي كده التنقية، أن نبتدي نشوف أنا إيه المشاكل اللي عندي. عندي خطية محبوبة، طب ما أحاول أبعد عنها خالص. عندي عادة مسيطرة عليا، أحاول أبعد عنها. لساني مش كويس، أحاول أدرب لساني يبقى كويس. عيني، نظراتي، أفكاري، عندي خطايا كتير، أنا عايز أعمل تنقية للخطايا دي كلها. فأبتدي أكون راجل على قد كلمتي، وأبعد وأكون إرادتي قوية، وأرجع لنفسي وحاسب نفسي، وأرجع أقدم توبة واعتراف، وأبتدي صفحة بيضة. صفحة بيضة تنقية، كأني لسه مولود من بطن المعمودية دلوقتي، صفحة بيضة. دي أول حاجة التنقية، أبتدي مع ربنا. ما ينفعش أبتدي وأنا فاتح مصادر للخطية، ما هو مصدر خطية مفتوح هيفضل شغال. لازم أقفل مصدر الخطية، لازم أقفل كل الأبواب المتعبة، أقفل كل حاجة وحشة، أبتدي على نظافة مع ربنا. دي أول مرحلة، دايما أقول كده، أول مرحلة أبتدي مع ربنا وأنا إنسان نظيف. تاني مرحلة التغذية، بيغذوا الشجرة إزاي؟ بينقبوا حولها ويضعوا زي ما قال كده زبلة في الكتاب المقدس. بالظبط. على فكرة موضوع الزبل ده بيقولك الشجرة ممكن تعيش على الموضوع ده سنة كاملة بالغذاء ده. أهم غذاء للشجرة. فإحنا كلنا عايزين نتغذى. نتغذى إيه مصدر التغذية بتاعتنا؟ سر الإفخارستية. إن إحنا نتغذى من كنيستنا الحلوة، وسر الإفخارستية نتغذى من أسرار كنيستنا، من الأجبية والمزامير، كتاب المقدس، التوبة والاعتراف، أعمال رحمة، سير قديسين، كل دي تغذيني، تخليني كده مليان
شبعان بربنا، ابقى انا نظفت نفسي كده وبعدين شبعت بربنا، وبعدين بقى تلاقي بقى الثمر الحلو بقى بان في تعاملك مع الناس، يبان في تعاملك مع ربنا، يبان تلاقي حياتك كلها اتغيرت، الكنيسه بتشهد، الناس بتشهد، خلاص بقيت من ثمارهم تعرفونهم، خلاص انت انسان قدمت توبه، انسان مشيت في خطوات جديه مع ربنا وتغذيت وشبعت، هتلاقي الثمر. وبالتأكيد الإنسان اللي بيوصل للمرحلة دي بيكون هو نفسه مصدر سعادة ومصدر فرح للي حواليه، عنده سلام داخلي وبيشاع على اللي حواليه كله بالسلام وبالفرح. طبعا المروة يروي، طبعا طبعا الإنسان الحلو يفيد على الناس.